اسمي جيهان شهيب، مهندسة معمارية وأنا من لبنان وعم شارك بمعرض أبو ظبي للكتاب. عم شارك من خلال أعمالي الهندسية اللي هي إجت على عملتها على شكل فواصل كتب ولحتى أقرب الهندسة المعمارية للكتاب والثقافة ولتوصل لكل إنسان بكتابه، لأنه نحن الأيتمز كأركيتكس بنستعملها منحط فيها جهد كتير ومنحط فيها شغل كتير، فحبيت أنقل هالديتيلز للقارئ. كل فاصلة كتاب في وراها قصة. أول شيء بلشت بلبنان، بعدين كمان طورت الأيتمز تبعيتنا لمعالم أخرى، في أشياء من الإمارات، في عنا مثلا الشيخ زايد موسك والقصة behind it، في عنا الدلة وفي عنا البرجيل، قصة البرجيل بتجي على شكل كتيب وبتجي قصتها بالعربي وبالإنجليش. معرض كتاب أبو ظبي حبيت فرجي صورة لبنان، الحضارة والثقافة، فالثيم مثل ما راح تشوفوا هلأ وراي، الثيم هو لبنان، الفينيقيون، ما وراء لبنان الفينيقيون والحروف قصة. القصة عم تكون دايماً باللغتين العربي والإنجليش، لأنه نحن هيدي المعلومة عم ننقلها مش بس للعرب، كمان للأجانب ليعرفوا أكثر عن حضاراتنا وثقافاتنا وأعمالنا. للإمارات العربية في عنا مثلاً البرجيل هو معلم هندسي إماراتي حلوة قصته، اللي هو ويند تاور، كانوا يستعملوه من زمان قبل الاي سي كاي سي طبيعي، هيدا كانت معلم من معالم، وبتجي قصته كمان بالانجلش وبالعربي. هوية جيهان سي هي الحفاظ على التراث والتقاليد والهندسة المعمارية والجذور أهم شيء، والأعمال هي كلها معمولة من نحاس ومطلية ذهب.